حبايبي الاهلاويه والزملكاويه، النهارده اخر امل للكره المصريه للصعود من دور المجموعات لدور الابطال. طبعا كلنا عارفين ان الاهلي ثالث مجموعته والزمالك نفس النظام ثالث مجموعته. النهارده الزمالك ما عنده ماتش مع شباب بلزداد الساعه 9، لابد من فوز الزمالك. الماتش ده هو الماتش الجاي عشان يصعد. طبعا الزمالك مش معتمد على نتيجه حد، فالفرصه بتاعته افضل من النادي الاهلي. النادي الاهلي فرصته معتمده على صن داونز والهلال اللي هو الماتش هيلعبه النهارده الساعه 3. فوز الهلال على صن داونز خلاص كده فرصة الاهلي راحت، والاهلي طلع من افريقيا قبل ما يلعب ماتش القطن الساعة 6. طيب افتراضا الهلال اتعادل مع صن داونز، ده فرصة الاهلي لسه في امل. صن داونز كسب الهلال، فرصة الاهلي لسه، لان الاهلي لو الهلال اتعادل مع صن داونز هيبقى عنده 10 نقط، الاهلي يكسب القطن هيبقى عنده 7 نقط. يكسب الهلال في مصر اكتر من واحد كلا الاهلي صعد، اما لو الهلال كسب صن داونز خلاص فرصة الاهلي راحت، لان الهلال هيبقى عنده كام نقطه؟ عنده 12 نقطه، اللي هو خلاص هو يصعد اول لو فاز الماتش الجاي، وصن داونز يصعد تاني، يبقى خلاص كده فرصه الاهلي طبعا. الاهلي لابد قبل ما يلعب ماتش الساعه 6 كلنا مستنيين ماتش الهلال وصن داونز، لابد من تعادل الفريقين او فوز صن داونز، غير كده الاهلي بره. طبعا الزمالك لازم يكسب الماتشين اللي جايين عشان يصعد. فرصه الزمالك افضل من فرصه الاهلي. يلا سلام.